السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت يا شيخ بالنسبة للفتوى بتاعت الأخ اللي قال أنا داخل شركة مع واحد وصرت على نفسه إن الخسارة عليه والمكسب. ما هو أنا هل أنا اشترطت عليه وهو الذي قال؟ لا هو الذي قال. خلاص أنا جزاك الله خير تشكر. واحد تنازل عن ماله. هو قال لك أنا أشتغل شغل بيكسب والحمد لله، هاخد فلوسك أشغلها لك يا أخي، ومن عندي لك إذا حصلت خسارة ليس لك شأن. هقول له إيه يعني هذا الشرط اللي هو ما مشت... أنا لم أشترط عليه، هو قال كذا كذا. هو اشترط على نفسه، اشترط إنه يسامحني. هقول له لا ما تسامحنيش، أنت اللي مزعلك يعني. واحد قال يا جماعة هاتوا فلوس انا اشغلها وانا الحمد لله بكسب كثير ولكم من ارباح، ان قدرت خساره لن احملكم شيئا. هو قال كذا، هو الذي قال ذلك يعني ثقة في الله انه يربح دائما، فهو يحب ان يورث الناس طمأنينة. لكن ان رجع في الشرط له ان يرجع بعد ذلك. السلام عليكم.